عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، عمتم مساء وطابت أوقاتكم. هذه قناة عبد القادر. عبد القادر بعد ما أخذت مهلة من العطلة، احنا عدنا مع هذه الأمسية الذي نحن في ضيافة الأخ الشاعر الكبير شاعر المنطقة سي زكحل محمد، والمغني الأغنية البدوية الأصيلة ألا وهو الشيخ الشيقر المعروف على الصعيد الوطني. الآن نبدأ الكلمة مع شيخنا الكبير شيخ الشيقر، تفضل شيخ. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم. نرحب بالقناة الشائعة، قناة التي عرفت يعني عرفت ميزة على مستوى الساحة الفنية، اللي هي قناة بن عبد القادر. عبد القادر نتمنى لها إن شاء الله النجاح، ونتمنى المشوار يكون يعني طويل وثري وخادم للفن وخادم للثقافة إن شاء الله. إن شاء الله، بارك الله فيك شيخ. بعد ما استمعنا بالكلمة القيمة لأستاذنا كذلك أستاذ التعليم وهو الآن مدير مدرسة، وكذلك شيخنا في الأغنية البدوية، أن نتنقل إلى الأخ الشاعر المنطقة ألا وهو سيد الحاج محمد. تفضل. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله. على كل حال أنا نقول مرحبا بكم في هذه القناة تاع بن عقادر عبد القادر. نقول لكم سيروا في المشوار تنجحوا إن شاء الله. إن شاء الله. نختتم هذه الجلسة مع الفصل سابق. المشاهدة مساءكم سعيد وطابت أوقاتكم. نحن قناة بن عبد القادر عبد القادر في ضيافة الأخ لكحل محمد شاعر المنطقة وهو معروف على الصعيد المحلي، اللي لح علينا وأبد قناة بن عبد القادر عبد القادر إلا وتأتي عند أخونا سي لكحل محمد، وكذلك يشرفنا الأخ والمغني الكبير أغنية الأغنية البدوية والشعر الملحون ألا وهو الشيخ الشيقر غني على التعريف والمعروف على المستوى الوطني والمغربي. قبل بديئا ببدء قناة بن عبد القادر عبد القادر أن تحاوروا مع الشاعر المنطقة ألا وهو سي محمد لكحل. سي محمد تفضل، أعطينا معلومات عن حياتك الفنية. بسم الله. أنا يا حياتي الفنية، أنا مني كنت صغير نبغي الأغنية الشعبية، يعني شعبي شعبي، ولي كنت صغير نبغي الشعبي، ومن بعد ولي بغي كاع الأغنية بدوي، وليت نبغي كاع الأغنية المحلية وليت نبغيها. من بعد كي كبرت قلت أنا يا ندي ميدان تاع الشعر، دخلت الشعر يعني ملك اختصاص الشعر. ايوا الشعر، كنت اتبع واحد الشاعر يسموه محمد المقران، بعض الشعراء بخيره بن حراث الخالدي، كاين بعض الشعراء زي بن قايكوم كاين الشعراء الحمد لله. نتبعهم قلت هذا الشعر مفيد ليا والمجتمع. المجتمع بارك الله فيك. المجتمع هي كماسيت في المسيره كيما هاك، وكماسيت انا وكماسيت نقول نشعر يجيني ابيات هاك، انا ما نكتبها ولا انا عندي كلام يجيني كي ينزل عليا ونصنعو كي الى هما ينزل عليا هاكا ونصنعو قاسيه قافيه ونقولو. هي قعدت في الميدان نتبع في 2007 وين يعني اسمح لي عزيزي المشاهد، يعني محمد بديت في 2007 يعني اولا كنت تستمع لكل مغني الجزائر، من بعد سي محمد تحول الى استعمال يعني وابداع الشعر. الشعر عندي شعر كلام اجتماعي قاعد في كل ميدان والمطار يقول. نعم تفضل. الاخ محمد ما كانش عندك يعني ميول اي شاعر من الشعراء؟ تميل مع المقرانين نقولوا. تميل بالمقرانين. المقرانين. هنا يقول لك الشيخ الشيقر يعني من بعد يرثينا بالكلام تاعو يعني المفيد،
يقول لك كل انسان مغني او شيخ يشاطرني الراعي الشيخ شيكر يقول لك يكون عنده شيخه. محمد شكون اللي كان الشيخ تاعك؟ هو المقراني، انا تبع المقراني. يعني كنت تحفظ المقراني؟ الله المقراني. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة على رسول الله. قالوا لي كيرم، قلت لهم لا باس. القصيدة لمن؟ للمقراني. باش تسمح لك الأخ يعطيني أبيات من الشعر الكبير، أعطيني أبيات بعد ننتقلوا للشعر تاع محمد الحاج. أي صح. أنا أبيات، تفضل تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله. قالوا لي كي راك، قلت لهم لا باس، وما نحل باب الربا ما نفتحوا، وفي الدنيا عايشينها غير النقاص، واهل النيه فيها بيفرحوا، ومول الجهل ما عنده قنباص، والغبار على كتابه ما مسحوا، محاسد شلون طار على التقصاص، غير نور عرف يبداو يلحوا، اذهب عمره ما يولي نحاس، يا لو كان يضلوا بالغتمة يرحوا، مغرور الى بني الدار من اساس، ينهدموا حيطانك ويطيحوا. بارك الله. اخدم خدمه اخدم خدمه مواتيه وبلا ترقاص، وما تخلي سيرك ينفضحوا، وعزز نفسك ما تنهى ولا ترخص، ووسط بين الناس اسرع يتصلحوا، ومشي مشيه مرفوع الراس، وما تلاهاش مع كلابينا نبحوا، والراجل في كلامه قناص، ويلا خاصم في صاحبه يجرحوا، والسالي بخصايلو يشكروه الناس، والجايح بردايلو يشكر روحو. هذه ساعة مكلفة في بالي بلا رقاص، وأرقاط فيها ما وضحوا، هذا كلام نقولو وكلام قياس، ما عندي بمسايل يصرحوا، يعرق عليها الراعي والخناس، ومولها قاعد فضل ياكل في قمحو، وكف السارق خل خبزة العساس، يكثر خير الريب رانا نصرحو، واد مخوض ما يجيب صواوت كاس، واد مخوض ما يجيب صواوت كاس، وعصر طيب خير من بحر وملحو. اصبر وما تقطعش الياس، تلقى الباب مقفول مفتاحه، لابسين حرير ودايرين ماس، وفوق قبر الحق راهم يشطحوا، من بارود الموت يزيانوا العراس، يصرحوا فيه ويفرحوا، تهدم القصر مع الحباس، ويا فيها قاع نروحوا، والفاني يفنى وفنى وخلاص، وسال اللي دار العب شتا ربحوا، كلمات محمد المقراني. بارك الله فيك. بارك الله فيك الشيخ. من القصيدة الشعرية لمحمد المقراني ينترحم عليه، نتمنى إن شاء الله ربي يرحمه. نتنقل إلى الشيخ المعروف على الصعيد الوطني، ألا وهو الشيخ شيكر. تفضل. شكرا أخي الكريم وصديقي القديم سي بن عبد القادر عبد القادر، وأنتم ضيوف هنا في قلب بيتي أخي وصديقي الشاعر محمد لكحل الكبير. حتى لابد ان نفرقوا بين محمد لكحل الكبير ومحمد لكحل الصغير. عندنا زوج شعراء تاع لكحل محمد. اذا هذا اللي راه موجود امامنا. هذه معلومه شفتها. ايه الله يبارك فيك. هو سي محمد الكبير انا نعرفه مليح ومشيت معه بزاف ونعرف يعني الميادين اللي ربما يقول فيها، هو يعني بكلمات قليلة ولو قليلة هو يقول تقريبا في جميع الميادين، يقول في جميع الميادين باستعمال واحد الكلمات جد بسيطة ولكن هادفة، أحيانا تكون له قصيدة مثلا فكاهية ولكن البعد عندها بعد يعني استراتيجي، بعد يعني مفيد، بعد كذا وكذا. فهو اشتغل هو نقص في لا هو نقص في المشاركات، نقص في يعني تكوين هذه النشاطات. اين ينشط الفنان؟ اين ينشط الفنان؟ لما الفنان ما يصيرش مثلا اي يعني نشاط يمارسه يبقى يقول روح، وبالتالي يوقع ملل. فاحنا نتمنوا من الثقافه ان شاء الله انها تتيح لنا ولجميع الفنانين بمختلف انواع طبوعهم مجالات وفضاءات حتى
رقم تشوف التراث راه يزول، التراث يزول وبالخصوص الاغنيه البدويه وبالخصوص التراث، يعني سواء كان شعبي او بدوي او ملحون يزول. فحتى لا يزول نستغل هذه الفرصه في اكتشاف المواهب حتى لا يموت وحتى لا ينتظر ولا ينتظر، وتبقى ان شاء الله ويبقى القطار يعني ساري مفعول. الشيخ الشيدر واش نقول لك عليه؟ الشيخ الشيدر يعني عنده تاريخ قديم ويعني وتعلم الفن منذ نعومتي اظافري. شيخ بارك الله فيك، يعني انت هي معروف على الصعيد يعني الوطني والمغاربي، يعني احنا نتمنى ان شاء الله لهذه القناه يعني تعطينا خبايا الشيخ الشيدر اللي كان يمارس المسرح. نعم في الحقيقة تقريبا كنت في المشارك في أو مندمج أو منخرط في الكشافة الإسلامية آنذاك، وكنا ثم نتقاسم إلى فيارق وإلى مجموعات، وكنا نخدم هذا النشاط اللي تكلمت عليه أخي الكريم سي بن عبد القادر اللي هو المسرح. المسرح كانت جملة عظيمة من الأصدقاء، منهم من فقد أحبه ومنهم من ينتظر. كان عندنا بن زينة محمد الله يرحمه، كان عندنا عيسى بن ديبة الله يرحمه، كنت أنت معنا أيضا، كان مرابطين عبد الله الله يذكره بالخير، كان عالم عبد الله الله يذكره بالخير، كان عبد الله خطاب الله يذكره بالخير. كانت يعني مجموعة، وكنا يعني تقريبا نحن الفرقه الفائزه على مستوى الولايه، ان لم اقل على المستوى الوهراني. لماذا؟ لان كانت تتاح لنا فرص وين 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 نشاركوا، وين ما خلينا تيزي وزو، ما خلينا برج بوعريريج، ما خلينا غليزان هنا، وعدم امكانيات، ما كانش امكانيات. عندنا كار البلدية تعطينا الكار، والألبسان تاع الوالدين، والألبسان تاع الوالدين اللي هو يمثل المرأة يجيب البلوزة تاع يماه، واللي هو يمثل الأب يجيب اللباس تاع الأب تاعو. وبدينا نسيروا على هذا النمط إلى أن فتحت لنا أبواب أخرى أو أفواج أخرى اللي هي الموسيقى. إذا فاخترنا الاثنين، فأنا اخترت الاثنين، اخترت الموسيقى اللي هي الموسيقى العصرية اللي كان يترأسها بقدون محمد المدعو الشباب رفقة الشيخ أستاذ من الأستاذ الكريم. يعني يعطينا يعني أسماء اللي كانوا آنذاك مع بقدون. كانت جمعية، هو يعني أسوا جمعية اللي هي جمعية سموها جمعية شباب العصري عين تادس، اللي كان الرئيس تاعها بقدون محمد، وكان النائب نتاعو بن محمد عبد القادر، وكان المدعو بيبي وبقدر محمد المدعو الشباب. ولهذا سميت الجمعيه بجمعيه الشباب العصر نسبه الى اسمي. وكان بريجه مراد اللي هو مسؤول الماليه، كانت يعني جوق موسيقي يتالف من 23 عنصر، منهم بشري محمد، ومنهم الحسين، ومنهم العجال نتاع شعبان. ايوا شعبان وهي العجال وشعبان ولا وكان يعني السنوسي لطرش، وكان يوسف ولد بغدادي كما نقول احنا بشري يعني. وكنا احنا، كنت انا، كان مراد، كنت انت، عبد الله بن نعمه في المسرح، قلال بن ذهيبه، يعني القائمه طويله. هذو اللي مازالوا حيين نطلبوا ربي ان شاء الله يطولهم عمرهم، واللي فقدونا نتمنى ان شاء الله ربي يرحمهم. اذا اندمجنا الى او انضمنا الى فرقة موسيقية دائما تحت إشراف جمعية شباب العصر، وكنا نخرج يعني أنا يعني شخصيا. الشيخ اسمح لي، بالرغم من كانت هناك بعض الجمعيات أخرى مثل فرقة نتاع قصيدي الصغير ولا نعم كان عدة فرق. يعني نجم نقول لك عين تادرس كانت مهد الثقافة
يعني بشتى انواعها واشكالها. يعني المسرح كنا احنا الاول في الغيوان، كان اللي كنت عليه يعني سي الشارب كاسيدي والعجال بن طاطا توفى مؤخرا الله يرحمه ويوسع عليه، وكان شليلي البشير يعني كانوا واحد سته هما ولا سبعه، كانت بلطرش فريد كانوا يمارسوا الغيوان. كانت عندنا فوكلور لا ميير ايكيب دو فوكلور اون نيفو دو عين تدس، ويعني وين ما تسمع حفل مقام في 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 ناحيه خاصه مستغانم الا و جمعيه نقصد الجمعيه ككل، لان الجمعيه كانت هي اللي كانت تحضن هذه النشاطات وهذه الفرق. اذا كنا نخرجوا، خرجنا بيرسونالمون انا غنيت في المسرح الهواء الطلق مع الشاب مامي ومع الشاب حميد ومع الشاب هواري عويناد رحمه الله. يعني بدينا كان عندنا حب، ومازالت عندنا غيرة. إلى أن جاء عام 1976 وكنت أنا نقرأ في السنة الرابعة متوسط، وأتاحت الفرصة وين غنيت في ألحان وشباب هنا في مستغانم تحت إشراف، مازلت عاقل عليه وأنا صغير، تحت إشراف الموسيقار قحاف عمر إلى مازال حي ربي يطول له عمره، وإلى التقى إلى رحمه يعني إلى جوار ربه الله يرحمه ويوسع عليه، وكلنا يعني سنمر بهذا الطريق. كاين أوركسترا، كاين أوركسترا اللي ما قراش الشيخ برك ما يعقلهاش، كان فيها تشيك وتواتي كاسيدي تاعنا، يسموها أوركسترا كاسو كارون فاتي، كيغنوا بلونجلي. خبرنا عليها. كانت غني هذه اللي قلنا العناصر اللي كانوا فيها. اللي كانوا فيها كان تواتي كاسيدينا رحمه صالح، تواتي كان تشيك، كان كانوا بزاف، كان واحد يسموه الرواني عبد القادر مات وقينا الله مات من تشيك مات الله يرحمه كاع، وكانوا خداخين بزاف مش على عقل عليهم، احنا كنا صغار في ذاك الوقت. هذه ليزاني قبل 70 مات، قبل 70 الشيخ كان صغير كنت صغير طبعا قبل 70 بارك الله فيك. هذه كنا نحضرنا بارك الله فيك. الشيخ الشقر يعني والله كلام له في الروعه الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. طبعا في سنه 1900 قلت انا وصلت في قحاف عمر، شارك في الالحان وشباب باغنيه بمفردي، يعني روحت خرجت من المدرسه روحت لقاعه افريقيا صوتهم يختاروا في الاصوات، اختاريت اغنيه للحاج رابح درياسه الله يطول عمره ويبارك فيه. مغرم الحاج وانا كنت مغرم وراك عاقل اللي كنت ندير برنوس انا، وارحمني محمد ولا مختار المختار، كنا نديروا برنوس ونقلدوا رابح درياسه واحنا صغار في عمرنا 12 13 سنه، كنا نحبوا الغناء نتاع رابح درياسه ونتاع خليفي احمد. اذا شاركت انا باغنيه الحجاج، الحجاج هذه كما يغنيها الحاج رابح درياسه، ولكن راك عارف زمن يعني داو اللي داوه، وبقيت دائما في شبيبة جبهة التحرير الوطني وتحت إشراف جمعية شباب العصري، كنا نخرجوا يعني في الولايات ننشطوا على مستوى كل المناسبة سواء كانت دينية، وانت تعقل تشوف مليح يعني كنت معانا في كنا باتوا قاعدين ما شاء الله عندنا الحفل باتوا قاعدين، من بعد قاعدين ديك الفرحة وهذيك البهجة، واحد يجيب القاطو وواحد يجيب القهوة وواحد يجيب ونديرو يعني جلسة سمارية قلوب واحدة، كنا قلوب واحدة يعني بدون مقابل عزيزي المشاهد عزيزتي المشاهدة، استسمع أستاذنا الكريم اللي هو الشقر الشيخ، يعني الكلام اللي كان يقول انا والله لا امام الكاميرا ما بغيتش نبكي، ولكن كانت المحبه يعني محبه الشيخ كانت لا ما كانت ما تصورهاش كنا ليله الشيخ تعقل اللي غدوه ان شاء الله بين قدمو سان جويلي ولا او نوفمبر ولا ديك الليله ما باتش في كامله، باتوا في لاصال دي فات في لاصال دي فات
وإلا كي تدخل لازم تصيب آخر، يعني إخواتك ثم تم أكيد. ما لازمش تصيب واحد ناقص، كي تصيب واحد ناقص تقصي عليه، وين راه فلان وين راه فلان، يعني لابد المجموعة كلها تتلم، لاخاطرش سواء كانت مسرحية أو جوق موسيقي إلا ويتركب من تلك الأعضاء، من تلك الأعضاء. بقيت منشط، بقيت منشط إلى 2017 إلى 1997 شاركت في ألحان وشباب عن طريق التلفازة في وهران. غنيت أغنية بدوية للشيخ الشارف بخيرة ذات طابع عصر وهراني، وهراني بل جوق الموسيقي نتاع الإذاعة. سمعنا الشيخ كلمات منها. لو كان فاطمة ترضاني وجهي مهرجان باتوا على شطوط المالي في ساحل المواجه، طايفين والبنات معانا في كواكب الدجاره، هذه اجوار ذاك مجمع من تقسم الزواج. شكون اللي كان شاف هذا الحصان في التلفازه؟ يعني احنا قدمونا بحن الشباب وبعد اسبوع يعني قدموا او بثوا الحصة عن طريق التلفاز، كان شافها الشيخ الجيلاني رحمه الله. شاف الحصة غنية بدوية تحولت إلى عصرية وهرانية. عصرية واحد اليومين ولا ثلاثة من بعد فجأة وبغتة التقينا وسط المدينة. كان بالسيارة تاعو عيط لي، قال لي الشيخ روات عني، قال لي شايف الشباب وراني شفت الأغنية نتاعك والحصة نتاعك، ولكن كون قد ما طوح مشاورتني، قال لي كون هذه ما زلت عاقل عليها كي مضروب، قال لي كون قد ما طوح شاورتني، بصح قال لي راك عجبتني وما لازمش نكسروا كاع هذوك، وين راهي القصبة؟ قال لي أين محل القصبة؟ قال لي الأغنية البدوية محل القصبة، ونضيفوا عليها إذا أمكن بعض الآلات التقليدية. قال لي ولكن إن شاء الله نكونك إن شاء الله. يعني يوجهك. يوجهني. ولينا مرة على مرة، مرة على مرة، مرة على مرة، حتى وين أقيم أول مهرجان للأغنية البدوية. والشاي الملحون ونيفو دو عيتاد السيتي ومين نفسه كاكرمان سان، ولكن ثم جيتي نقيد انا كنت دليل، كنت نوجه الشيوخ صغير، كنت صغير حتى 5 سنين من بعد، ولا النهار اللي جاء الخليفه احمد وجاء احمد بن طفوس.